بينما تبقى من جدران هذا المبنى المدمر الذي شوهته حرب ميليشيا الحوثي يسكن العقيد في القوات البحرية بشير المقطري، بعد أن أجبرته ظروف الحرب على النزوح مع أسرته قادما من محافظة الحديدة. البداية مستقر أنا في الحديدة عمري وحياتي أكثر من 30 سنة، وبحكم البحرية ما كانت مشاركة فعليا بالحرب، عايش هناك بحكم الأسرة وعدد الأسرة والالتزامات وإلى آخره، استقريت في الحديدة. بس لما شفت أن الموضوع قد وأنهم دخلونا في أنه مشاركة غصبا عنك بطريقة أو بأخرى، يعني انسحبت بنفس الكلام. طبعا طلعت أو جيت من الحديدة بملابسي والحاجات البسيطة الأساسية. فر العقيد الخمسيني من جحيم الحرب بعد أن حاولت ميليشيا الحوثي الانقلابية إجباره على المشاركة بالقتال في صفوفها بمحافظة الحديدة، تاركا كل مقومات العيش هناك، وهو ما فاقم من حالته المعيشية وزادها تعقيدا، فقد اضطرته الظروف إلى اللجوء لهذه الجدران المتهالكة هو وأبناؤه يفتقدون أدنى مقومات الحياة. البداية الراتب، فإحنا على نسلم رواتبنا، إحنا قالوا في لجنة في الحديقة الفلانية في الحديدة تجمعنا هناك على أساس إنه يأخذون إحنا كمعسكر استقبال تهيئة ودراسة الملازم هذا حاجة زي كذا، وبعدين يرفضون حين الجبهات. طبعا حتى الآن سنة كامل دخلت قدمت طبعا لقيادة اللواء الخامس حرس رئاسي، على أساس إنه بيطلعوها أو بينزلوها لعدن يعتمدوا الراتب أو التعزيز المالي والإداري. للآن أكثر من سنة البيت شبه مدمر يعني، بس الحمد لله نعتبر وضع احنا في الذي اخص من احنا مستهدف بشكل عام. هذا اخر مره وقعت كمان قذيفه في الفتره هذه في ركن الغرفه والعيال كانوا موجودين. يبذل العقيد المقطري جهودا حثيثه ويتنقل بين الالويه العسكريه بتعز كي يتمكن من الالتحاق بصفوف الجيش، املا في اعتماد اسمه ضمن كشوفات الجيش ليتسنى له استلام رواتبه المنقطعه. ومر عام ونيف ولم تقدم له الجهات المعنية سوى الوعود والخذلان. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.